يسعد اوقاتكم بكل خير ومحبه، واهلا وسهلا بكم. اليوم يا جماعه الخير هذا الفيديو راح نقدم فيه تجربه على القطط. كيف لما تكون القطه جوعانه؟ شوفوا معي لما تكون القطه جوعانه كيف بتكون تتمسكن لحتى تتمكن. زي ما احنا شايفين القطط ودودات حنونات بتمسكنوا بيلعبوا. في اكتر من هيك حنان، ما احلاهم ما اروعهم، هم جعنات وبتمسكن. شوفوا يا جماعه الخير بس نطعمهم. بياكلوا بسم الله ما شاء الله، ألف صحة وعافية. كلوا يا حبايبي، كلوا كلوا. أكلوا وشبعوا وألف ألف مليون صحة وعافية. شبعوا ما شاء الله عنهم، شبعوا. هلأ أنا نحاول إنه إحنا نتودد لهم بعد ما إنهم شبعوا. تهرب وكأنه أنا صرت العدو لها. شوفوا كمان. زي ما أنتوا شايفين تعبس بس فش بس بس. خلينا نشوف كمان. لا حياة لمن تنادي. هيك يا جماعة الخير بعض البشر، كتير من الناس بتمسكنوا لحتى يتمكنوا. أنا أجريت هذه التجربة على القطط لحتى نوصل رسالة إنه في كتير ناس قططيين. احذروا من القططيين لأنهم كثار في هذا الزمان. تحياتنا وأشواقنا الحرة.